الحمد لله الكريم التواب فاتح الأبواب ومسبب الأسباب، وصلى الله وسلم على إمام التائبين والتوابين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على مسلكه ونهجه إلى يوم الدين. انتهى بنا الحديث في المجلس الماضي إلى ضرورة التعرض لنفحة الله تعالى بحصول الباعث الذي ينجذب في القلب فيبعث الهمة في السير إلى الله عز وجل. ولعلك تعرضت من المجلس الماضي إلى الآن طلبا لهذه النفحة، ولعلك وجدت نصيبا من هذا الباعث الذي يسوق فؤادك إلى الحق جل جلاله. ومن لم يفعل فليتدارك نفسه في هذه الليلة، قم في ليلتك هذه وصلي ركعتين للمولى جل جلاله، واطلب منه أن يقذف في قلبك باعث الإقبال عليه وهمة طلب الوصول إليه وهو معطيك جل جلاله. ومر معنا أن هذا الباعث يحصل إما بالتخويف أو بالطمع فيما عند الله أو بالتشويق محبة وطلبا للقرب من الله، وقد يفتح على صاحبه به أو على طالبه به عند مجالسة الصالحين، كما مر معنا أنه قد يفتح على العبد بحصول الباعث في همة السير إلى الله تعالى ابتداء من الله بغير سبب. لكن اتفقنا على أن الناس لا يقبلون الجلوس في البيوت وينتظرون الرزق من الرزاق دون أن يعملوا في طلب أسباب الرزق، وكذلك الهداية وهمة السير إلى الله عز وجل لا ينبغي أن نتقاعس ونقول لعل الله أن يهدينا في وقت من الأوقات. هل من قذف في قلبك هذا الباعث؟ هل شعرت بهمة الإقبال على الله؟ هل تحرك في خاطرك هم بأن تشق طريقك سيرا إلى الله تعالى؟ إن كان فهلم إلى هذا المجلس في هذه الليلة. ففي هذا المجلس نعمل على وضع أول قدم في السير إلى الله عز وجل بعد حصول الرغبة في قلوبنا وحصول همة السير إلى الله عز وجل في بواطننا. أول قدم تقبل بها على الله تعالى هي قدم تصحيح التوبة لله. التوبة مأخوذة من الرجوع والأوبة، وهي في حقيقتها تحتوي على ثلاثة معان إذا اجتمعت حصلت التوبة. المعنى الأول علم، والمعنى الثاني حال، والمعنى الثالث فعل. التوبة أولها علم. ما هو هذا العلم؟ علم بأني عبد وأني سأقف بين يدي الله يوم القيامة وأني أعيش حياة قصيرة تختم بالموت، ثم أحاسب على ما كان مني في هذه الحياة القصيرة. وعبد يعلم أن هذه الحياة القصيرة منتهاها إلى ساعة يقف فيها وحده بين يدي ملك الملوك يخاطبه وحده بغير ترجمان ولا واسطة، ويوقفه بين يديه ويقول له: عبدي، أتذكر يوم كذا ساعة كذا، يوم أن أغلقت على نفسك الأبواب واستترت من أعين خلقي واستحييت من نظرهم إليك وواجهتني بما لا يرضيني من العمل؟ أين كان نظري منك؟ عبدي، لما جعلتني أهون الناظرين إليك؟ عبدي، استحييت من خلقي ولم تستحي مني؟ عندما يوقفني بين يديه ويقول لي: عبدي، أوجدتك من العدم وافضت عليك النعم، أكرمتك بلا إله إلا الله، نشأت عليها، تدهدهك عليها أمك وترضعك عليها وتفتقت مداركك عليها، ثم نشأت وقمت متقويا مستقويا بما أعطيتك من نعم وبما أودعتك من خيرات واشترات على مخالفتي، كيف واجهت نعمي؟ هل أديت حق شكرها؟ هل وظفتها فيما يرضيني عنك؟ هل طلبت قربي في هذه الأيام التي أبحتها لك؟ هذا موقف لا يوجد مؤمن منا إلا وهو يعتقد أنه وارد عليه. كما أن هذا العلم أيضا يتضمن
أن كل كلمة نطقنا بها مكتوبة، كل نظرة نظرنا إليها مضبوطة، كل إنصاتة أنصتناها، كل حركة، كل سكنة، كلها قد ضبطت. والبعض عندما ينصت إلى هذا الكلام يضيق صدره بمفهوم الملاحقة أو المتابعة أو الحساب أو الكتابة عليه. اسمع، لو نظرت إليه من معنى آخر، من زاوية أخرى، هو معنى من معاني إكرام الله لك وإعظام الله لك وإجلال الله لك. أما رأيت أن أهل الدنيا إذا بلغ بينهم بعض الناس منزلة رفيعة تهافت الناس عليه، وهذا الصحفي يكتب كل كلمة يقولها، والآخر يصور كل كلمة ينطق بها، وكل واحد غاية ما يهتمون به ساعة ساعتين ثم ينفض كل واحد إلى مكانه. أنت مهم عند الله جل جلاله، ومن علو منزلتك ومن ثقل مكانتك عند الله وكل ملكين كريمين نورانيين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وظيفة هذين الملكين منذ بلوغك إلى وفاتك أن يكتبوا كل كلمة تقولها. أنت مهم، كل كلمة تنطق بها، وأنت تمزح وأنت جاد وأنت غاضب وأنت راضي وأنت حزين وأنت فرح، كل كلمة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذا الصرح الطبي مستشفى السرطان للأطفال والذي نجلس فيه الآن، وهذا المبنى إنما هو وقف لمن قدموا فيه العون والمساهمة، ونحن نطلب من أصحاب الخير أن يقدموا وقفا مستمرا في عطائه، يوضع في صندوق خاص باسم صاحبه، ينفق منه أو من عائده على هذا الصرح الطبي، ليكون استثمارا له في حياته وأيضا بعد مماته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أنت صاحب منزلة عند الله عز وجل إن علمت أن كل أفعالك مضبوطة ومحسوبة، وأنها ستعرض بين يديه أمام الله عز وجل، وأن هذه الصحف ستنشر. هذا اليقين إذا أضيف إليه هذا العلم، إذا أضيف إليه علم آخر أن ما بعد العرض على الله انصراف إلى دار رضوان أو إلى دار سخط، إلى جنة أو إلى نار. من تحصلت لديه هذه المعلومات وعلم أن الفرصة تنتهي بوصول روحه إلى الغرغرة، والمشكلة الأكبر أنه لا موعد محدد لوصول الروح إلى الغرغرة، لا تستطيع أن تضع لها استراتيجية، خطة خمسية، لا يوجد هذا الكلام. لا تدري في أي لحظة سيأتي الموت الذي لا يفرق بين الكبير والصغير والصحيح والمريض، فهو أمر في علم الله عز وجل تفاجأ به قد نزل بساحتك، وعندئذ يعلن أن الفرصة قد انتهت. من علم أن هذا حاله، أن هذا وضعه، ألا يحصل في قلبه نتيجة لهذا العلم حال من الندم، حال من الشعور بالحياء، بالخزي، بالخجل من رب العزة جل جلاله؟ كنت بالأمس أعصيه، كان ينظر إلي، كان يراني، ربي كان ينظر إلي ويراني. هذا كتب سأدب بين يديه سيسألني عنه. كان بعض الصالحين من أهل الحبشة قدم على بعض السلف وقال له: يا شيخ. قال: نعم. قال: أو يغفر الله لي فاحشة ارتكبتها جرما؟ قال: نعم إن تبت وصدقت. فشكر الله وظهرت أثار الفرح على أسارير وجهه، ثم مشى خطوات ثم رجع وقد تغير وجهه، فقال له ذلكم العالم عالم من السلف: ما الذي حصل؟ قال: أو كان ينظر إلي عندما كنت أعصيه؟ قال: نعم. فصرخ صرخة خر ميتا من ساعته بسببها. أتعرفون ما الذي جرى لهذا الرجل؟ الرجل كان في بداية الأمر مشغول بقضية هل سأدخل الجنة أو سأدخل النار، ولا يوجد مؤمن يستهين بقضية الجنة والنار. لكن الرجل لما سكن روعه من قضية الجنة والنار بأن الله سيغفر له إن تاب، استيقظ في داخله معنى أعمق وأعلى وأرقى وأكبر وأدق،
وهو معنى المعاملة مع الله، معنى هو كان ينظر إلي وأنا كنت أفعل كذا وكذا. أيضا معنى آخر سترني، كان في الإمكان وهو قادر أن يفضحني على رؤوس الأشهاد ومع ذلك سترني. مسألة أخرى، استمر يواصلني بنعمه الأب وهو أب والأم وهي أم. إذا استمر الإبن في الأذى والمخالفة والعصيان يأتي وقت يقول خلاص لست بأبيك، تقول لست بأمك، اذهب هات السيارة التي اشتريتها لك، أنت لا تستحق، يسلبه النعمة التي أعطاه إياه. لكن رب العزة لا زال يعطيك وينعم عليك ويتفضل، وهو مع ذلك يكرمني ويمهلني وأنا لازلت عصيه. اسمع، ويجعل الناس تحسن الظن به، يدخل أحدنا إلى المجلس فيرحب به أصحابه ويهشون في وجهه وربما يظنون الخير فيه، وربما مررت على بعض الناس وقال لك ادعو لي. حق المؤمن المتيقظ إن قال له أحد من الناس ادعو لي أن يشعر بالخجل، أن يشعر بمعنى الندم، هذا الشعور بالندم على التقصير، على التفريط، على الاشتراء على الله. هذا الإحساس الذي يكون في داخل القلب المعبر عنه بالندم هو الحال. نحن قلنا التوبة تتكون من علم وحال وفعل. إذا قوي في القلب اليقين بهذا العلم بأن كل شيء محسوب وبأني سأقف بين يدي الله وأن الأمر إلى جنة أو إلى نار، إلى رضا أو إلى سخط، تحصل في القلب شيء اسمه الندم، الحرقة، الحسرة. كان بعض السلف يمسك بلحيته ويبكي يقول واسوءتاه وإن عفوته، يعني وخجلي، يعني كيف أواجهك وإن سامحتني وإن عفوت عني. أنا ندم مما قد ارتكبت فعندي خجل من الوقوف بين يديك. وسوءتاه وإن عفوت، هذا الندم يورث الإنسان قرارا. ما هو هذا القرار؟ أن أتوقف عن المخالفة، أن لا أعود إليها أبدا، أن لا أعصي الله بعد ذلك أبدا. إذا حصل هذا الندم وقبله العلم وأثمر العلم والندم قرارا في النفس بالإقلاع عن المعصية، خلاص سأتركها، وقرارا أن لا أعود إليها أبدا، صار هذا الشيء اسمه التوبة. هذه هي التوبة. عن زيارتي مستشفى السرطان الجديد في القاهرة الحية كنت سعيد جداً لأن أرى عدة أمور. أولاً ارتفاع المعايير، يعني جميل جداً أن نشوف في العالم العربي إتقان للعمل، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه. وسعدت عندما علمت أن هذه المستشفى هي الثانية في العالم في هذا المستوى، فهذا شيء جميل. الأمر الثاني الاهتمام بالنظافة، وأيضاً النظافة من الإيمان، فكان في حرص جميل على أن المكان يكون نظيف والأرضيات مصنعة بمادة معينة علشان الحفاظ على المرضى. الأمر الثالث وأيضا رائع أن المستشفى هذه مفتوحة للجميع، مفتوحة للعرب ولغير العرب، للمسلمين ولغير المسلمين، الكل يأتي ويعالج بالمجان. أرجو من الجميع أن يساهموا ويتبرعوا من أجل استمرار وتشغيل هذا المستشفى الرائع. أحمد الشقيري. أحب الأدعية لقلب كل مسلم دلوقتي على 23-35. اتصل من أي محمول على 23-35 وحمل على تليفونك أحد الأدعية الدينية. Thank you.
فإن كان الخطأ وكانت المعصية لها صلة بحقوق تتعلق بالناس، أخذت مال فلان أو آذيت فلانا أو سببت فلانا، صار هناك معنى رابع يضاف إلى الثلاثة ينبغي أن يحصل، وهو رد الحقوق إلى أهلها. أكلت أموال الناس ردها إليهم، لم يعد لديك ما ترده اطلب العفو منهم، ما سامحوك هذه مشكلة، أنت مرجع إلى أمر الله، إما أن يستعفيهم الحق سبحانه وتعالى يأتي يوم القيامة إن رأى منك الصدق. لكن ها هو خطر الأمر، لكن لو صدقت مع الله ووقفت بين يدي يوم القيامة وأنت قد وفيت بعهد التوبة، يكرمك الله سبحانه وتعالى بأن يرضي من أسأت في حقه وأكلت ماله وعجزت عن رد الحق إليه بأن يعطيه شيئا يرضيه مقابل المسامحة، أما الحق لا يسقط. ولهذا كانوا يقولون الدواوين ثلاثة: ديوان يغفر، أي المعاصي، ديوان يغفر، وديوان لا يغفر، وديوان لا يترك. ديوان يغفر جميع المعاصي التي بيننا وبين الله، إن حصل الندم الصادق الحقيقي الذي أثمره العلم بما سيقبل علينا وحصل الإقلاع والعزم على عدم العودة، غفر الله تعالى المعاصي والذنوب، هذا ذنب أو هذا ديوان يغفر. وديوان لا يغفر وهو الشرك، والعياذ بالله الشرك الأكبر، غير أن الأمة بحمد الله عز وجل لا يوجد فيها الشرك الأكبر. جاء في الحديث الصحيح في البخاري: إني والله ما أخاف أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف أن تفتح عليكم الدنيا. الشرك الأكبر اعتقاد إله مع الله عز وجل، هذا لا يوجد عند المسلمين، لكن الذي يوجد عنده الشرك الأكبر لا يغفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذنب لا يترك، ديوان لا يترك، وهو حقوق الناس، الحقوق المتعلقة بالخلق هي التي ينبغي للسالك إلى الله أن يكون جادا، كن جادا صادقا مع نفسك. إذا عزمت على التوبة في هذه الليلة انظر إلى حقوق الناس المتعلقة بعنقك، تعلم لماذا؟ هذا لمصلحتك. لا يتأتى الإنسان أن ينفذ في سيره إلى الله عز وجل وعلى عنقه حقوق الخلق ولم يسعى بالصدق في أداء حقوق الناس، هذا أمر متعلق بك يمنعك من سيرك حتى تؤديه أو تصدق في محاولة أدائه للخلق. وقد ذكروا أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه جاء إليه أحد الناس وذكر له ذنبا قبيحا قد ارتكبه، وقال له: ألي توبة من هذا الذنب؟ فتغير وجه سيدنا عبد الله بن مسعود لما سمع هذا الذنب، كأنه كان كثيرا، فأعرض عن الرجل ومشى. فلما مشى خطوات التفت ابن مسعود إلى الرجل فرأى الرجل وهو يبكي دموعه تسيل، فالتفت إليه ابن مسعود وأقبل عليه وقال: اعلم أن الله قد غفر لك إن صدقت معه، واعلم أن الله عز وجل قد جعل الجنة 8 أبواب كلها يفتح ويغلق إلا باب التوبة، فهو مفتوح لا يغلق أبدا. فإن وقع في قلبك هذا المعنى أقبل الآن على الله واصدق في وجهتك إليه لأنك تطلب التوبة من ماذا؟ من الذنوب والمعاصي. ما هي الذنوب والمعاصي؟ الكبائر والصغائر، الكبائر والصغائر. هل هناك توبة من غير الكبائر والصغائر؟ نعم، لكن دعنا أولا مع الكبائر والصغائر نتخلص منها لأنها الأصعب. الكبائر قال العلماء هي 4، وبعض الصحابة قال هي 7، وبعض الصحابة قال هي 11، وابن عباس قال يرحم الله بن عمر جعل الكبائر 7 وهي إلى 70 أقرب. لكن الذي عليه علماء أهل السنة والجماعة، الذي عليه الجمهور، أن كل ما وجب فيه حد هو من الكبائر، وأن كل ما نص القرآن على تحريمه هو من الكبائر، وأن الموبقات من الكبائر. لكن انتبه إلى معنى آخر، معروف الموبقات 7 وغيرها هذه كبائر شديدة هذه العظيمة، لكن هناك معنى أدق. هذا المعنى الأدق تعال معي نعيشه، وهو حال القلب مع المعصية. عصيت، كتب عليك أن تعصي فعصيت، غلبت عليك نفسك عصيت، ما حالك مع المعصية بعد المعصية؟ قال العلماء: الإصرار على المعصية كبيرة. ومعنى آخر: الاستهانة بالمعصية كبيرة. قد تكون المعصية صغيرة من الصغائر، لو استغفرت وتوجهت إلى الله مباشرة تمحى، صلاة الجماعة تمحوها. قال: لكن إن نظر الله إلى قلبك فرأى في قلبك أن المعصية خفيفة على قلبك،
لا تشعر بخجل، لا تشعر بخوف، لا تشعر بندم. قالوا هذه المعصية مهما كانت صغيرة تتحول إلى كبيرة. ما الكبير فيها؟ أن قلبك غير ملتفت، غير مبالي. ولله المثل الأعلى، لو أن أحد أبنائك، أحد إخوانك الصغار أخطأ في حقك أو كسر شيئا من متاع البيت وناديت فلان ماذا فعل؟ يا أخي كسرتها خلاص ويمشي. ما الذي يحصل؟ تتغيب عليه أكثر، لأن المشكلة التي هي أكبر من كسره الإناء أنه لم يشعر أنه أخطأ. ولله المثل الأعلى، إذا نظر الله إلى العبد فرأى العبد قد تبلد تجاه المعصية، لم يعد يفكر أن المعصية لها أثر على قلبه، لا يتألم من أثر، لا تؤلمه معصيته. هذه هي الكبيرة بعينها التي قد يقع فيها الإنسان، ولا ينبغي للسالك أن يعيشها. السالك يتألم من الصغيرة، من اللمم إذا حصل منه. اسمع، كان هناك من السالكين من قبلي وقبلك من كان يستغفر الله من المباح. مباح يستغفر الله منه؟ نعم. كيف؟ قال لأنه يرى أن حاله مع الله حال طلب ارتقاء في سائر أحواله، في كل عمل من أعمال استثمار طلب رقي في صلة بالله. فإذا عمل مباحا دون أن ينوي في هذا المباح طلب القرب من الله، شرب شيئا من الماء ينوي مع شرب الماء ري العطش حفاظا على أمانة البدن تقربا إلى الله، هذه النية تجعل شرب الماء عبادة. فإذا أغفل ذلك يستغفر، يقول فوت فرصة أن أتقرب إلى الله عند شربي للماء بذكره سبحانه وتعالى، بحمده، بطلب شيء من معاني رضوانه. أكثر من ذلك، كان من الصالحين من يتوب إلى الله من بعض الطاعات، الطاعة يتوب من الطاعة، نعم يتوب من معنى قد يرد على قلبه عند الطاعة، يتوب أنه عمل الطاعة ولم يشعر بفضل الله عليه أنه وفقه للطاعة، يتوب إذا شعر في داخل نفسه أنه قد أدى طاعة، شعر بالفخر لا بالفرح، أما الفرح بفضل الله فهو مطلوب. حتى هذا المعنى كانوا يستغفرون منه إذا تعاملوا مع الله. أرقى من ذلك رابعة العدوية رحمها الله، كانت تقول إن استغفارنا يفتقر إلى استغفار. قالت أنا عندما أستغفر الله أتفكر أقول لعلي أحتاج أن أستغفر الله من استغفاري لله. ما هذا الكلام؟ هذا كلام ناس ذاقوا عرفوا. تريد ترتقي؟ أحضر قلبك وحاول أن تتفهم هذا المعنى. قالت أنا حين أقول أستغفر الله أستغفر الله ولا يكون قلبي حاضر مع الله عند الاستغفار، فأخجل من الله أن يقول له سامحني سامحني تب علي وأنا غير حاضر معه، غير مدرك لمعنى المواصلة معه. هذه معاني في التوبة، مجمع هذه المعاني كلها، خلاصة هذا الكلام كل الذي نحن بصدده، أن تبتدئ من ليلتك هذا قرار أن حياتي مع الله عز وجل حياة توبة، أبتدئ التوبة من ليلتي هذا، وتنتهي التوبة لا منتهى لمقام التوبة. كلما ارتقيت في القرب من الله معنى تطلبت التوبة من هذا من المعنى الذي قبله. أما سمعت أن قدوتك صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله ويتوب إليه، يسمع الصحابة منه التوبة والاستغفار في المجلس الواحد 70 مرة، هو لم يذنب قط صلى الله عليه وسلم، لكن خرج من هذا المجلس وأنت ابتدأت طريقك إلى التوبة، لأنه لا نهاية لمراتب التوبة، لمعارج التوبة، لمراق التوبة. كلما ارتقيت رتبة في معرفة الله، في السير إلى الله، مشيت خطوة تنظر إلى الخطوة التي قبلها قل استغفر الله، ما كان هذا الحال يليق بعبوديتي مع الله، كان ينبغي أن أكون أرقى مع ربي، فتتوب إلى الله من الحال الذي كان قبله، فلا منتهى للتوبة. لكن من ليلتنا هذا نريد ننصرف وعندنا التوجه إلى قرار أن أستغفر ربي فيما على ما مضى من ذنوبي. أنا علمت أني أخطأت، علمت أني محاسب، أشعر بندم في داخلي الآن، سأرجع إلى الله، سأستغفره، سأمد يدي إليه، وسيقابلني هو بكرمه، سأبيت هذه الليلة وأنا في معنى من معاني القرب منه. قم من هذا المجلس، صلي 2 ركعة، إذا انتهت مشاهدتك لهذا المجلس قم وصلي 2 ركعة، سنة التوبة. لا تجعل حضورنا هذه المجالس خلاص سمعنا كلاما تأثرنا به، شعرنا قلوبنا رقت، جزا الله خير من تكلم، جزا الله خير من أعد، من أخرج، السلام عليكم، مشينا. لا، هذه المجالس بداية لعمل ثمارها تحصل عندما تترجم إلى أعمال. عملنا هذه الليلة أن سنصلي لله تعالى 2 أو 4 ركعات بنية التوبة إلى الله. عندما تصلي استشعر أني أخطأت، أسأت، الآن مقبل عليك، أريدك تقبلني، أنا واقف ببابك، أطلب العفو منك والصفح، أطلب المغفرة منك، اقبلني يا رب. هو بكرمه وإحسانه لن يوفقك للقيام بهذا الأمر لو قد قبلك،
من الذي يسبق؟ أنت تسبق بالتوبة إليه أو هو يسبق بالتوبة أن يتوب عليك؟ قال أحدهم لرابع العدوية: أدعو لي أن أتوب إلى الله حتى يتوب الله علي. قالت: بل أدعو لك أن يتوب الله عليك حتى تتوب إليه. ثم تاب عليهم ليتوبوا. الليلة هذه أقبل وصلي الركعتين، وتذكر بعد صلاة الركعتين وأنت في وجهة إلى الله، تذكر ذنوبك ومعاصيك، تذكر اجتراءك على الله، تذكر ساعات التي فيها قصرت، تذكر الخيرات التي فاتتك فيما مضى من أيامك، تذكر أن الموت الآن قادم وكأن قدي، وتذكر أنك الآن تولج إلى قبرك، وتذكر ساعة الوقوف بين يدي الله، وتذكر أنه لا مجال للمغالطة هنا، الآن عبد ورب. ثم التجئ إليه وقل: يا رب، مسكينك ببابك، فقيرك ببابك، عبدك ببابك، ضعيف ببابك، مسيء ببابك، مذنب ببابك، مرتكب للقبائح ببابك، مشترئ عليك عاد إليك فهو الآن ببابك، يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني. توجه إليه بهذا المعنى وانظر ما الذي سيحصل لقلبك، انظر إلى المعنى الذي سينازل قلبك. ارقب قلبك وقد أقبلت به على ربك جل جلاله، وانتهض بعد هذا الدعاء وهاتين الركعتين طالبا للثبات على الاستغفار. أضف إلى وردك 100 مرة: من أستغفر الله وأتوب إليه. 100 مرة في كل يوم وليلة سنحافظ عليها: أستغفر الله وأتوب إليه، أو رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. 100 مرة سنواظب عليها كل ليلة، ونستشعر أننا تائبون إلى الله، تائبون إلى الله، تائبون إلى الله. والثمرة أن كل ليلة ستمر عليك وأنت على هذا الحال ستنال فيها رتبة يسميها العلماء رتبة المحبوبية. تعرف رتبة المحبوبية؟ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يحب من؟ لم يقل الحق عز وجل إن الله يحب التائبين، هذه لغة عربية، الله قال التوابين، هنا صيغة مبالغة، يعني حتى لو عصيت مرة أخرى، طيب الليلة صليت الركعتين وتبت وأقبلت على الله، بعد أيام غلبت عليك نفسك، غلب عليك الشيطان، عدت إلى المعصية، عد إلى التوبة مرة أخرى. ما ندم من استغفر ولو عاد 70 مرة، عد، لكن لا تتلاعب مع الله، لا تحدثك نفسك بالذنب ثم تتذكر نظر الله إليك، تطالب نفسك بعدم الذنب تقول لا سأذنب وبعدها سأستغفر، هذا تلاعب، لا لا هذا لا يقبل. لكن أخذت الاحتياط، قطعت أسباب المعصية، صحبة المعصية، مجالس المعصية، أقبلت على الله، حصلت من كفوة وعصيت، ارجع إلى الله. المرة الثانية ارجع إلى الله، الثالثة ارجع إلى الله، العاشرة ارجع إلى الله. هل لك غيره؟ وهل عندك ملجأ سواه؟ ارجع إليه ولا تمل من الرجوع إليه بصدق بإلحاح عليه، يريك سبحانه وتعالى منه ما هو له أهل. ننصرف من هذا المجلس بعودة إلى الله سبحانه وتعالى: اللهم إنا نسألك أن تتوب علينا في ساعتنا هذه توبة نصوحة، نسألك أن تغفر لنا فاغفر لنا يا الله، نسألك أن تأخذ بأيدينا فخذ بأيدينا يا الله، اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ أهل الفضل لديك، اجعلنا من المحبوبين المقربين، حققنا بالتوبة في هذه الليلة توبة لا ينقض عهدها ولا يفض وعدها ولا يخلف وعدها، اجعلنا اللهم من أهل التوبة النصوح، يا حي يا قيوم، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.